شوفوا بنات، هديل عد هنا 3 حبايات بس، وكلش زعجاتها، وهي عندها تصوير خطية باكر ببغداد، فراح اجرب لكم واحط لكم بعي هاي ما تنظف اذن، تخلون بيها شوية نقطتين شي تحطون فقط على الحباية. اوكي بس، وها الطريقة مرتين باليوم تستخدم. وهسه يعني من تخليه تروحي تنامين، والصبح تغسلين بالغسول اللي نزلتها انا قبل شويه، اللي انا غسلت بيه اللي الصبح. انتي غسلتي بيه قبل شويه وانا غسلت بيه. تمام بنات، بقى هو صاير مثل الجل، يعني مو شيء سائل، حتى تموت الحبايه وتوخر الاثر اللي ترك الحبايه. هدول تستمرين عليه. اوكي اوكي قالت من اروح لبغداد راح اخذ واحد من عنده. بس شوفوا شنو طلبنا بهالليل، اكرم وكنافه، بس كنافه للاسف على الطريقه اللبنانيه اللي ما عندهم على الطريقه التركي. بس شوف هلو فول، مرحبا البيض العين بعد. ونزلنا سوقت خطيه من الصبح، والله ام بيت تخاب وبعد شاي حلوه الصبح بالريق. هند بالقوه طبعا قعدناها، بالقوة بالقوة بالقوة. التليفون آخر شيء قام يعيد خطي، ارحميني قام يقول لها. هلا شلونكم، شو اخباركم، اموراتكم، ان شاء الله كلكم بخير. ردت اقول لكم شغلتين. اول شغله، اليوم كل شيء هواي اشياء، كل شيء هواي افتتاحات ما شاء الله. اول شيء دا اقول لكم اني ليش هنا حتى احضر افتتاح مركز استيرا. ان شاء الله عتبة الخير عليهم، ما شاء الله مركز كلش كبير كلش حلو باربيل. اليوم من اروح راح اصور لكم اياه، وراح اغطي لكم كل المواضيع اللي بداخل المركز. وانا اشكرهم على الدعوة اللطيفة الحلوة، ما قصروا ابد، كلش ذوقهم. فهذا اول شيء. طبعا اليوم حسب ما اعرف انه الدعوه مو عامه اليوم، يعني خاصه اتوقع بالاعلام وهيج شيء، بس اتوقع من باكر يبدون يستقبلون الناس. هاي اول شغله انا ليش موجوده باربيل. ثاني شغله ضروري، اهل بغداد اليوم اكو شغلتين اللي تقدرون تروحوا لها روحوا لها. اكو افتتاح الحلواني، انا كلش فرحانه لهم وهيجي كلي فخوره بهم انه ما شاء الله بسرعه وقفوا على رجلهم ورا الشغله اللي صارت لهم. فالف الف مبروك، اللي تقدر روحوا وذوقوا حلوياتهم. اليوم الافتتاح ساعه بالسبعة، اوكي؟ فالف مبروك للحلواني مره ثانيه، وانتم قدها وقدود، وان شاء الله عتبه الخير عليكم. الشغله الثانيه زين، الشغلة الثانية اللي داريت أقولكم عليها إنه اليوم رح يكون افتتاح ماركت ديبنتب العالمية لأول مرة بالعراق، أكبر منيو حلويات، وافلز وكريب وكل شيء. فمول الحارثية حصرا، هي الماركة العالمية حصرا بالعراق وبمول الحارثية. فرح يكون الافتتاح الساعة 7:30، روحوا وذوقوا وتونسوا واكلوا وادعوا لي بعدين. وان شاء الله موفقين هم، واتمنى لهم كل الخير. فاني لو هناك كان رحت للمكانين، ما فوتت ولا مكان، لان انا اموت على الحلويات. بس يلا جوعت اكثر. شبعنا البطن هسه، شبعنا البطن بس كلش مخدوته. سودة علي. اي والله خيبة امل، قاعدين من الصبح ونشاط وحيوية وتصوير ولبس وواهس. اخر شيء الصور، طبعا الصور شغل هن، فقالوا مو مناسبة الصور. صار فيه خطية كلش انقهرت، بحيث تاكل شوية وتصفون تكمل تليفونات وهيجي. اي والله بس يلا ما نخاف، هسه ايش حنسوي؟ حنبدل؟ اي راح نبدل ونروح وين؟ المركز استيرا. مركز استيرا طبعا مبارك لهم مره ثانيه، يعني مباركت لهم اليوم ومره الثانيه ابارك لهم، وان شاء الله يا رب كل التوفيق، ونشكرهم على الدعوه الحلوه. اي والله الدعوه يعني جمعتنا لبنان الارضي السوية، كل شيء يقبلونه. ايش كذا بقيتي بغداد ورا انجمعنا؟ اي عشان نسوي عشاء وما صار. فعلا فعلا زين، بس هم جمعونا جمعونا هنا بارضي، ويانا هي فامات، يعني كل شيء متونسين الحمد لله. ما
شاء الله باع وصلنا، ما شاء الله ما شاء الله باع الافتتاح مال مركز استيارة، ما شاء الله ما شاء الله. المركز من فوق طبعا احنا صعدنا فوق لان جوه خبصة. هذه اللي شو اسمه تخبل اللي ايه شو اسمه المعكرونة ايه وهنوت طلبتي انت طلبت دجاج طيب شوي ايه كلش طيب والله شو اسمه الصلصة مالتي ايه وطلبت هنوت